السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: ديوان الوقف السني يقوم بهدم مسجد العيد في قضاء الزبير في محافظة البصرة، وغضب شعبي ضد القرار. في العنوان الثاني لدينا: المستشفى الياباني 7 سنوات من التوقف، ومشاريع وهمية ملأت العراق. في عنواننا الثالث: عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين، مظاهرات في ميسان ضد الفساد وغياب الإصلاحات الحكومية. ولدينا أيضا في العنوان الرابع: بالتزامن مع الهزات الارتدادية، تشققات في الأرض وخروج دخان ونار من تحتها في بحر النجف. إذن قام ديوان الوقف السني بهدم مسجد العيد في قضاء الزبير في محافظة البصرة لأغراض تجارية. هذا الموضوع قاد إلى غضب شعبي عارم في القضاء طبعا وفي المحافظة بشكل عام. نتابع في البداية المقطع المعني بعملية هدم المسجد التي تمت. هذا مصلى العيد خذوا الناس ذكرى على تاريخ الزبير، وصل العيد اللي كان يجمع العالم، كان يجمع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، باعوا الدنيا باعوا. الحمد لله على كل حال. قبل مباشرة إذن نكمل الحديث طبعا بهذا الموضوع. لدينا ردة الفعل التي جاءت من قبل المواطنين في قضاء الزبير في محافظة البصرة على هذا الموضوع، على قرار ديوان الوقف السني بهدم هذا المسجد الذي يعد إرثا حضاريا وتاريخ يعني تفتخر به طبعا محافظة البصرة بشكل عام. فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة كان هناك تجمع مبارك لمصلين المدينة الزبير، وذلك استنكارا ورفضا للاستثمار الذي حل في مصلى العيد الذي يعتبر من الرموز ومن إرث القديم لهذه المدينة المباركة. وهذا مصلى العيد كان يصلى في صلاة العيد العيدين، صلاة الأضحى والفطر، وأيضا صلاة الاستسقاء، وأيضا هو إرث وحضارة ووقفية أيضا، ويعتبر رمز من رموز أهل السنة والجماعة في هذه المدينة المباركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. نشكر هذه الجهود المباركة في قضاء الزبير، قضاء المحبة والمودة والسلام، وهذه الوجوه الطيبة المباركة التي شاركت هذا المصاب، أسميه والله مصلى العيد، تاريخ الأجداد، تاريخ الآباء، تاريخ العلماء، أكثر من 200 سنة يهد الحي والله العظيم. ونطالب الدكتور الهميم، نطالب الدكتور الهميم بإعادة مصلى العيد، مطلب جماهيري في قضاء الزبير بجميع أطيافه، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. يعني السؤال يوجه إلى ديوان الوقف السني. الآن ما يحدث للسنة في العراق، ودعونا نتحدث بكل شفافية ووضوح وباختصار شديد، ما يحدث للسنة في العراق من قمع ومن انتهاكات تقع على عاتقهم، وأيضا تجاوزات،
وعمليات اعتقال واختطاف وتهجير وتدمير. فيأتي الوقف السني ليكمل هذا الموضوع بعملية التعدي على التاريخ والإرث الحضاري الذي تفخر به بعض المحافظات وبعض المناطق في العراق، العائدة طبعا لديوان الوقف السني، يتعدى عليها، يدمر سنوات من الحضارة ومن التاريخ ببساطة من أجل أغراض تجارية، من أجل استثمارات ومشاريع. يجب أن يتم مراجعة هذه المواضيع من قبل الديوان. في موضوع ثاني، المستشفى الياباني 7 سنوات من التوقف، مستشفى قامت الحكومة اليابانية بإعطائها كهبة إلى الدولة العراقية، كل تكلفة هذا المشروع على اليابان، ومع هذا مضت 7 سنوات من عمر هذا الموضوع، وحتى هذه اللحظة ما زال المكان المخصص للمستشفى هو عبارة عن أرض فقط، لا يوجد أي بناء ولا يوجد أي أعمار. فنشاهد. هنتكلم على مشروع المستشفى الياباني اللي صاير لأكثر من 7 سنوات منحة يابانية على هاي الأرض على أساس يتم البناء مالته. خلي نشوف الوادم، صاير له 7 سنوات وما كامل، منحة يابانية وفلوسها مدفوعة من اليابان، وهاي الشركات موجودة مالات النفط، هاي الروسية مالت الماي وديك النفط تشوفونها الشعلة. يعني ليه متى يتم البناء مال هذا المستشفى؟ بس ريد نفتهم يا دولتنا الرشيدة، انتخابات وجايتكم، هم إلكم بها إعلام، طلعوا سولفوا قولوا راح نبني بالكذب حتى الوادم تحبكم. يعني ذاك ناحية الوير هيك قد بعيد، وهاي قضاء المدينة قد بعيد عن المستشفى، مستشفى مدفوعة فلوسها من اليابان، ولكم اشتغلوا خاطر الله، اليابان دافع فلوسه على مود يصبون الأرضية مالته كلها تطيش شركة أجنبية، وربعنا يطوش شركة عراقية إلهم خاصة فيهم السراق المال العام، يقولهم سووا على هاي الأرض المولية، يعني على الأرض هاي التعبانة يبنون شلون؟ يعني هي ما يشوفون هاي كلها ماي، يعني ذات بنا مو يطمس، مو تبلع هاي الأرض خاوية طرقع علي جدكم. يعني لو تبنون على هاي الأرض، لو ما تسوون مثل ما تريد الشركة اليابانية، الله لا يوفقكم. أي والله. طبعا نفهم من هذا الموضوع 7 سنوات من بداية هذا المشروع، يعني في زمن نور المالكي، الشخص الذي يتحدث ويقول بأنه نحن رجال دولة، نحن الذي بنينا ونحن الذي عمرنا. هذا أنموذج من النماذج الكثيرة التي شهدها العراق بالنسبة للمشاريع التي دفعت أثمانها ولم تنفذ. طبعا نكمل الحديث بموضوع المشاريع الوهمية، ونشاهد كم من المشاريع التي كلفت الدولة العراقية من أموال، وكم من المشاريع التي كتبت على ورق فقط. يمكن للمواطن العراقي أن يفهم أنه بعد مرور 14 عاماً على الاحتلال وقدوم هذه الحكومات ما بعد الاحتلال التي تعاقبت على الحكم الإياد علاوي والجعفري والمالكي، ومروراً الآن بحيدر العبادي وصولاً إليه، هذه الشخصيات التي حكمت بأعداد مئات من النواب الذين تناوبوا على الوزارات وعلى كراسي البرلمان وغيرها، هؤلاء الذين في عهدهم
تمت هذه المشاريع الوهمية والسرقات والفساد، مشاريع كتبت على ورق ولم تنفذ. ماذا إذن عن الإصلاح والإعمار للمناطق التي دمرت، المحافظات الغربية التي دمرت وطالتها العمليات العسكرية؟ كيف يمكن أن تعمر وهناك مقاول فاسد وصاحب سلطة فاسد يعطي الأموال ويعطي هذه الصفقة لهذا المقاول؟ لا توجد استراتيجيات في البناء، لا توجد خطط موضوعة لإعادة إعمار بشكل صحيح. كيف يمكن أن تعمر هذه المناطق وهي بعيدة كل البعد طبعا عن الصدق في التنفيذ وكذلك عن الجودة في التنفيذ عن طريق الاستراتيجيات والأيدي العاملة والمقاول الجيد وغيرها؟ في موضوع آخر، عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين، مظاهرات في ميسان ضد الفساد وغياب الإصلاحات الحكومية، فلنشاهد. وصامدين صامدين لأجل الإصلاح وطرد المفسدين وطرد المفسدين. أخوتي، كل جمعة أريد أكون الزيت أكثر وأكثر، وبارك الله بجهودكم، بارك الله بجهودكم. والله علم ما أريد واحد يحكمنا باسل، يا مين ما أريد واحد يحكمنا باسل. زين، نعم نعم، سنقول لها كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد. نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح. نخرج نخرج يا فاسد، نخرج نخرج يا فاسد، كلا كلا للعملاء، كلا كلا للعملاء، كلا كلا للسراج، كلا كلا للسراج، كلا كلا للسراج، الآن يمكن أن نقول بأن الوضع في العراق كما تلاحظون غضب شعبي في كل المحافظات من كل النواحي تقريبا، ولكن هنا تبرز نقطة وهي تصريح موفق الربيعي أحد عرابي الاحتلال الذي قال بأن إرادة السياسيين في العراق هي أقوى من إرادة الشعب، والانتخابات القادمة ستجرى حتى وإن اضطررنا أن نأتي بالقوة بهذا الشعب بالمواطنين إلى صناديق الاقتراع. هنا ربما هي اللحظة الحاسمة بتاريخ العراق، إذا استطاع هذا الشعب أن يثبت أن لديه إرادة أقوى من إرادة السياسيين وأقوى من الأسلحة الموجهة في وجوههم. في موضوعنا الرابع، بالتزامن طبعا مع الهزات الأرضية التي ضربت مناطق في العراق، تشققات في الأرض وخروج دخان ونار من تحت الأرض في بحر النجف، فنشاهد. منطقة الرهبان في بحر النجف بالصحراء، حصلت هنا حادثة طبيعية اللي هي أنه قامت تطلع نار من الأرض ودخان، وبدت الأرض تخسف تنزل وتهبد. هنا أشوفون أكو مرقد هنا عشان يسموه خطوة الحسن، دمر تماما، خسفت الأرض دي وهاي المنطقة كلها خسفت، شوف الارتفاع الطبيعي، شوف باقي الأراضي ايش قد نزلت. النار لا زالت مستمرة مثل ما تشوفوا، مسافات بعيدة والنار أيضا مستمرة دخان. نيران في كل مكان، ايضا هنا هاي القريبة عليها، عند دخان وياه ابخرة. شوف هاي تشوف الدخان، كنا شلون دخان الجقاير، يعني دل على وجود بخار المي بيه. مشاهدينا الكرام، في فقرة أراكم نعرض لحضراتكم الآن مقطع قبل التعليقات متعلق بقضية مظاهرات وغضب شعبي في ذي قار ضد قرار خصخصة الكهرباء، فلنشاهد. الكهرباء
مشاهدينا الكرام، نتابع التعليقات التي جاءت على هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. اياد العراقي يقول ايه عافيه، لان الحكومه اخذتنا لحم وذبتنا عظم. يطالب طبعا ايضا او يشجع هكذا نوع من التظاهرات. كاظم الساعد يقول اللي ما يعرف معنى الخصصا عرف بها في قرارات دوله الخراب، وهي سلب لقوة الفقراء من هذا الشعب المحروم لكي ينعم بها أعضاء البرلمان والحكومة ويشغلوا الناس بها هذه السياسات حتى لا يقول لهم أحد أريد خدمات مثل باقي دول العالم. لدينا أيضا عيسى يقول شنو الفقير يدفع فاتورة بوكم مال 15 سنة؟ عيب عليكم، شو محصلين منكم نفط وخامطينة؟ بلد قعدتوه على حديدة بدل ما تساعدوه، وعلى اليمن بس على وسط والجنوب اللي بقوكم قاعدين على الكراسي وخسروا أولادهم على هيك شكولات. نتمنى من أهل الجنوب أن يتعظوا وينهضوا. ولدينا أيضا زينب تقول الله يساعد الناس، الحياة جدا صعبة، الله يعين اللي عنده أطفال ومسؤوليات وما عنده دخل شهري ثابت. معاناة طبعا في العراق. لدينا أيضا ضمن التعليقات علاء سرحان يقول خلي يتوحد الشعب ويطلع الحكومة خارج العراق بالقوة بدون مزايدات، هذا أفضل. وهذا أفضل، الكل سراق، الكل في العراق سراق بالنسبة للسياسيين طبعا. وآخر التعليقات، الفقير دائما مستغل، تارة من قبل تجار الدين وتارة من قبل الأثرياء، مصيبتنا كبيرة. مشكلة أنه الكل الآن يحاول أن يستغل هذا الشعب، الكل يحاول أن ينتهز الفرصة ليسرق أكبر قدر ممكن من الأموال ويتحصل على أكبر قدر ممكن من الامتيازات في العراق الآن. نراكم على فقرة هاشتاج. في فقرة هاشتاج موضوع فسادكم أهلكنا، واسم انتشر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي نتابع التعليقات التي وردت عليه. كرار يقول لا تنتخبوهم فإنهم فاسدون، المجرب لا يجرب، لا تلدغ مرتين وثلاث مرات، لا تسمعوا أهل المهوال والمطبلين، لا تقبلوا الرشوة وبعض الأموال، لا تقبلوا البطانيات، وأنتم مهجرين 4 سنين على أمل أن الناس تفهم أنه هو حيعطيك بطانية ويستغلك 4 سنوات. تغريدة أخرى، علي الكربلاء يقول كفى تملق لرموز الأحزاب الفاسدة على حساب دماء الشهداء وآهات الفقراء، وكفى تمجيدا بالمسميات التافهة على حساب المواطن، كفى. تغريدة أخرى، قاسم يقول انسرقت مليارات من ثروات العراق، الانتخابات لا تخدم الشعب العراقي، فقط التغيير عن طريق ثورة تشيلهم هم وأحزابهم، هم نفسهم الحرامية راح يرجعون بنفس الدائرة المغلقة. ندور صار لنا 15 سنة، أنا ما أعتقد أي تغيير راح يصير، إذا انتخبتوهم لا يتغير شيء في العراق، هذا هو الرأي العام. وفي آخر التغريدات لدينا موسى كامل الشمر يقول دماء الشهداء في رقاب السياسيين، هم الذين أوصلوا البلد إلى هذا الحال، حسبنا الله ونعم الوكيل. يجب أن يفهم الشعب أن الانتخاب سيعيد نفس الوجوه، إذا كنت ترضى بأن تعيش بهذا المجتمع وبهذا الشكل لهذا البلد بدون خدمات وبفساد وميليشيات وتهجير وفقراء وبطالة، انتخب. وأن كنت تريد التغيير ابحث عن طريق آخر تغير منه من حياتك ومن هذا البلد كذلك. في فقرة بعد الهاشتاج نعرض لحضراتكم الآن قصف جوي عنيف تعرضت له أحياء الغوطة مع حشد عسكري كبير للنظام على أبواب دمشق. كنا قاعدين
بيوتنا ولا ما لقينا غير انفجار صار. اجى الدفاع المدني انقذنا، صار في عالم كتير ميته. الضربة اجت بالليل، الله لا يوفقوش، كله عم يموت خنق، ليش هيك عم يصير فينا؟ والله العظيم لا في جبهة نصرة، كلها بيوت آمنة بسكانها، يعني طفل والله العظيم بقطع القلب. ولكي نختم هذا البرنامج بنوع من التغيير، موقف طريف، طفل شارك والده الحوار على الهواء مباشرة، فنشاهد. That's my child, excuse me. Oh, he can come in, it's not a problem, Daniel. We're quite happy to have youngsters on the program too. He wants to be part of this. Hi. Excuse me. I think you're going to see a lot of that. I could be wrong, but I think it's going to happen. Right, my little child? Thanks so much for joining us from Berkeley. Thank you very much for having us. Bye. Bye. في الختام نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.